ايه ده يا حيوان؟ مش تحاسب؟ انت غرقتني. معلش حازم بيه، بس انت كنت واقف وانا بطرطش الميه. معلش. وكمان بترد عليا يا روح امك. طب ليه سيرة الام؟ طيب ده انا هضربك بالجزمه كمان. اضربني ده انت قليل ادب وعايز تتربى. مين ده اللي يتربى يا زباله يا حساله؟ الله 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 الله. ما تهدى يا عبد الله، حقك عليا انا حازم بيه. بتاسف ليه؟ ده قليل ادب يالا. وحياة الله يا عبد الله، حتى لو قليل ادب ما ينفعش تقول له قليل ادب. خلاص يا حازم بيه. ايه ده؟ ايه اللي غرقك وبهدلك بالشكل ده؟ الحيوان ده بيقل ادبه عليا. يا حيوان بتقل ادبك على اسيادك يا ابن الكبير. بتمدك على مين؟ بتمدك على مين؟ ما تصلي على النبي يا باشا. ما تلم نفسك يا راجل، انت راجل كبير ما تخليش اقل منك. يا نهار اسود يا عطلة، ما ينفعش تقول له كده، انت راجل خالي. الخالي الله يقلع. تقل من مين يا لف؟ ها؟ تقل من مين يا جربوع يا زباله انت يا فسل؟ قسما بعز جلال الله، ما انت من النهارده قاعد فيها ثانيه واحده. يلا وما يا يعني انت كده قطعت عيشي؟ عيشك وعيش اللي خلفوك كمان. وسع عاد بس عال. يلا بالسلامه اهو. سلامه انت يا صالم يا راجل. يا سلام يا العربيه. خلاص خلاص يا صالم يا خلاص. يعني كان لازم يا عبد الله، كان لازم تشتمهم وتشتم الراجل وابنه وتسقلهم بالميه الوسخه؟ اتيهم طرطون. ارتحت يا عطل ليه؟ ارتحت عشان ده راجل قليل الادب هو وابنه، كان لازم يتربوا ولا ايه؟ اسيبه يشتم فيها ولا ايه؟ ايه بالظبط عايز ايه؟ يا ابن المسامح كريم، ويا بخت من ايدي الوعيفي، هتلاقيش يحب الخفيه يا عبد الله. ايوه ياما، نطلب الرزق بعزه نفس، ولا كنت عايزاني اسيبه يشتمك انت وابوي؟ يعني هو الشتيمه بتلسع يا عطل ليه؟ ما هتلف تلف وترجع للراجل وابنه. عتكيتي بقينا في الشارع وهتكوس علينا السكات، بسطت يا عطل ليه؟ هتخرس يا ولد. مكتوب انا في دماغك انا ولا ايه؟ يا عبد الله بس بقى، انت وهو على طول نار ونير كده، وده وقته يا عبد الله. ماشي. ابو عميره راح فين هو كمان؟ قال لي راح مشوار رفيع وجاي. طب ده وقت مشوار رفيع يا عبد الله؟ وقته دلوقتي؟ طب ما احنا محتاجينه دلوقتي في الموضوع. ماشي خير ان شاء الله، قال لي هتصرف وهيقول لي يعني ان شاء الله. اهو جه اهو. معلش يا جماعه اتاخرت عليكم. على الله يكون بفايدة. الله 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 الله، طبعا بفايدة، ده انتوا محظوظين بشكل. خير يا ابني طمنا. لقيت لكم شقة مطرحين وصالة، انما ايه؟ لقطة. ربنا انت كريم يا رب. شفتي؟ مش قلت لك ربنا يفرجها؟ طول ما احنا بنطلب الرزق بعزة نفس. طب يلا بينا، ده انتوا اتفتح لكم طاقة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، خشوا برجلكم اليمين. خش يا ام عبد الله، خش اتفرجي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه رايك في الشقه بقى يا ابو عبد الله؟ يا ابني دي جنه، كفايه الفرش اللي فيها. الله البيات يا خالتي، تقيت ايه؟ تحس ان الحيطان تقيل، متهونه بالسبت الفلاحي. حلو قوي ما شاء الله، ايه رايك يا بنت يا توته؟ ايوه كده، هي دي الشقه ولا بلاش؟ اي خدمه، عشان ما تقولوش ابو عميره احرمكم من حاجه. ايه رايك في الشقه يا ناديه؟ شقه عرايس بجد، عقبال شقتك ان شاء الله. كويسه يا ابو عمير. الله الله الله، ايه يا عبد الله؟ ما بتقولش حاجه لعبد الله. ده شقه حلوه، بس ما انت عارف البير وغطاء يا ابو عميره، وانت غريب. الله 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 الله، ايه الكلام ده يا عبد الله؟ وانا رحت فين؟ وبعدين الشقه دي ايجارها مش غالي، دي ب 150 جنيه بس في الشهر. بس؟ اللهم صل عليك يا نبي. 150 جنيه؟ 150 جنيه يا ابو عميره؟ لا انا عايز واحده لواحده يا خالتي. طب والله تستاهل اكتر من كده. يا جماعه ما تتعشموش قوي كده، ما ممكن صاحبها يكون طالب تامين خمس سنين ولا ست سنين، اهدوا شويه. ولا بلم وحياتك يا عبد الله. الله والله حلوه قوي يا عبد الله، انا اروح اشوف المطبخ. خديني معاك يا ناتي، تعالي اتفرج على بقيه الشقه. ايوه يلا يا تفتكر. خش رحرحوا. يلا يا توت، هتبقى شقتكوا. انت تقعد تشتغلهم وتحور عليهم وفي الاخر تلبسنا ان شاء الله. عدم الواد سكرينه واقعد في الاوضه لوحدي، الكلام اللي بقولك ده مظبوط. يعني ايه؟ ده اكيد راجل ابن حلال صاحب الشقه ده. والله بالعكس، ده راجل ضلالي وياكل مال النبي. طب هيعمل كده ليه؟ اصل الشقه عبد الله مش عايزه تتاجر. ايوه قول كده، اكيد الشقه مشبوهه. لا مسكونه. يا فين اخوتك يالا؟ عايز تقعدنا انا وامي في شقه شرك؟ فين اخوتك يالا؟ الله 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 الله، ايه يا عبد الله؟ انت كده فهمتني غلط، ده انت حبيبي عبد الله وانت عارف. كل المشكله ان طلع على الشقه دي سمعه انها مسكونه من ساعه ما السكن اللي قبلك شنق نفسه فيها. ايه يعني الشقه دي معفرطه وكده؟ اه معفرطه عبد الله. ابوك اسود. انا ماشي. استنى بس يا عبد الله، يعني هتبيت امك واخواتك في الشارع يا عبد الله؟ احسن ما تفشخ من العفاريت. استنى بس يا عبد الله، بيتهم النهارده في الشارع، بكره هتعمل ايه؟ ها وصلت؟ طب بقول لك ايه، الموضوع ده سر ما بيننا. ها انت عارف دول بيخافوا من خيالهم. كبير يا عبد الله كبير.
الا اقول لي هو الراجل ده شنق نفسه في انهي حته؟ في المطبخ جوه. المطبخ؟ يمه